بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عبادة قلب يسوع المفاوضة 36 في محبة يسوع وصليبه وحدهما. الحبيب إن كلامك في مفاوضة أمس أعجبني جدا وأبهج قلبي، إذ إني لا أسر إلا بالنفوس التي تحبني وتحب صليبي معي. كثيرون يكتفون بمحبتي بلا محبة صليبي، فهؤلاء لا يبلغون في محبتهم إياي إلا أوج الكمال، بل يقفون عند لحف الجبل جبل القداسة مستثقلين الصعود إليه، فلا يرون ما فوق هذا الجبل من الهناء والراحة، ولا يذوقون عذوبة مياهه وطعم أثماره اللذيذة. النفس: يا رب، نظرت إلى قديسيك وأحببت مسالكهم، فأردت أن أحذو حذوهم لأحظى عندك حظوتهم وأتمتع نظيرهم بمحبتك التي هي وحدها لذتي وفي سواها عذابي وشقائي، ولكني لا أزال مع ذلك بعيدة عن محبتهم وغريبة عن مسالكهم. أقوالي تضارع أقوالهم، ولكن أعمالي تختلف عن أعمالهم الحسنة، فأعطني يا رب مثل ما أعطيتهم، واغنني بما أغنيتهم من نعمك وآلائك السنية ليحبك مثلهم قولا وفعلا. الحبيب: اعلمي يا حبيبتي أن القداسة لا تقوم على سني النعم ورفيع المناصب وعظيم الأعمال، بل تقوم على محبتي ومحبة صليبي. إن عنقود العنب إن لم يعصر ويدس لا يصير خمرا لذيذة، وحبة الحنطة إن لم تطحن وتسحق لا تصير خبزا مغذيا. وكذلك أنت إن لم تعصري وتطحني بأنواع المحن والصلبان لا تستطيعي أن تكوني لي خمرا وخبزا على مائدتي في ملكوتي، كما صرت أنا لك خبزا وخمرا على مائدتي في الأرض. اسمعي ما قلته لعبيدي الأمناء الذين عادوا إلي يوم حاسبتهم ضعف ما أعطيتهم من الوزنات، فلم أدخلهم إلى فرحي لكثير ما أعطيتهم أو قليله، بل لمحبتهم إياي وجيل مسعاهم في إرضائي بصلبانهم. أما العبد الذي لم يسعى فيما يرضيني فدفن وزنتي كسلا وحبا لراحتي، طرحته في الظلمة البرانية. متى 25:21-30. فلا تظني إذن أنك تدخلين فرحي لمجرد أنك مسيحية أو عابدة أو راهبة، أي لمجرد ما أعطيتك، بل أنك تفرحين معي إن عدت إلي ضعف ما أعطيتك، وذلك بسعيك كل حين لما يرضيني لا لما يرضيك أو يرضي الناس. النفس: يا رب، إنك قد أجزلت لي نعمك وأفضت علي مراحمك
ووجدتك في جميع احتياجاتي جوادا كريما، فظننت القداسة في مجرد أفضالك وصلاتك، ولم أكلف نفسي بما تحتمه علي واجباتي وتفرضه علي حقوقك، فصرت لذلك ناضبة الخير قصيرة العناء في كريم الفعال. الحبيب، اعلمي يا حبيبتي أن أحسن عمل تأتينه لفائدتك وراحتك الأبدية هو الذي يكلف طبعك ويجهدك كثيرا. إني قدير على أن أخلصك بكلمة واحدة كما خلقتك بكلمة واحدة، ولكني مع ذلك جهدت نفسي كثيرا وتألمت كثيرا ومت في الآخر على الصليب موتا أليما لكي أريك أن عمل خلاصك ليس أمرا هينا، ولا بد لك لنيل أربك من أن تألم والتوجع والصبر الجميل اقتداء بي، فسيري ورائي حاملة صليبك الذي هو جزء صغير من صليبي، وبصليبك هذا تجديني وحدي، لأني لا أملك غير الصليب، ولا يجد عندي طالبي محبتي غير الصليب، وقد فضلته على المال والجاه والمسرات الأرضية من أجلك، لأني وجدته الدواء الأنجع لشفاء أمراضك والسلم الوحيد لصعودك في مراقي القداسة والمجد الأبدي. اسمعي ما قالته في هذا الصدد آمتي العزيزة تيريزيا الصغيرة، وسيري على أثرها فتحظي عندي مثلها. قالت: إن حياة الحب لا تكون على الأرض بإقامة مظلة على طابور، بل هي الصعود مع يسوع إلى جبل الجلجلة واتخاذ صليبه كنزا. إني في السماء أتنعم، وليس هناك عودة إلى محنة، ولكني هنا أريد أن أحيا حياة الحب بالتألم. النفس: يا يسوع حبيبي، إذا كان الصليب هو الوثاق الوحيد الذي يربطني بك ويدخلني إلى فرحك ويرفعني إلى وجه القداسة والكمال، فها أنا ذي أعانقه وأقبله وأضمه إلى صدري، ولا أطلب بعدك حلية سواه. فيا صليب يسوع مخلصي، كن معي في كل حين، إني أختارك اليوم لي وأحبك وأقبلك وأفضلك على جميع أفراح العالم ومسرات الجسد وخيرات الأرض. إني لا أطلب سواك بعد يسوع، ولا أحب غيرك بعد يسوع، لأنك أنت أعطيتني يسوع فاديا ومخلصا، وأنت تزفني إلى يسوع خليلة وعروسا ليحبه وحده إلى الأبد. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا. هب لنا عيونا ترنو إليه واجعل حياتنا ملكا لدي فنعرف طعم الهنا. ألا استجب منا الدعاء منا الدعاء. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا. من صدورنا وازرع كلامك في ضميرنا فنحصد حب العطاء. ألا استجب منا الدعاء منا الدعاء. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا. أنت خبزنا نحن عطاش أنت ماؤنا فمنك يطيب الغذاء. ألا استجب منا الدعاء منا الدعاء. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا.